منذ الإعلان عن نتائجهم صبيحة يوم الاثنين المنصرم، وطلبت شعبتي التدبير السياحي والتقني التجاري بالثانوية التقنية بفاس يحتجون ويستنكرون. السبب وراء هذا الاحتجاج نتائج نهاية سنتين من الدراسة بعد البكالوريا، الكل مطرود باستثناء طالب وطالبة. اللي فيها 0.00 في لانوت جينيرال، والمشكل هو ان هذا السبب ديال هاد لي ريزولتا هادو اللي مكتوب اننا مطرودين، ما عرفناش شنو هو، ما وصلنا حتى شي تقرير كيبرر لنا السبب اننا علاش تسردنا. لقينا الريزولتا، لقينا القسم كامل اكسكلو، ما كاين معاه ان رابور اللي كيبرر هذاك الشيء، ما كاينه حتى شي حاجه كتبرر هذاك الشيء. دابا خصنا شي لجنه اللي تدير تحري الحقائق في هذا الشيء، حنا ما غادي يجوش يحكموا علينا بشي حاجه ما عارفينش حنا راسنا من رجلينا بها. 48 طالبا يلحون على إفاد لجنة تحقيق، ووزارة التربية والتعليم تؤكد أن لجنة التحقيق خلصت إلى ثبوت حالة غش. اللجان ديال التصحيح تبتات في حقهم الغش، وما يمكنش، هادو أطور مطلوبين في الساحة، كنتكلفوا بهم في هاد المؤسسات المختصة ديال المؤسسات ديال التقنيين، ما يمكنش يخرجوا للعمل في الميدان وهما العمليات ديال الدراسة مبنية على الغش. أمهات وأباء التلاميذ بدورهم يحتجون ويسألون، إذا كان هناك غش فعلا لماذا لم تحرر محاضر الغش في حقهم أثناء اجتياز الامتحانات؟ مضبوطهم عند الأساتذة، لجان المراقبة هي التي تعمل تقرير لأي طالب أو أي واحد يغش، ما كاينش، ما كاينش تقرير، وما يمكنش تكون لا وجود للنقاط. اعطيني هذه الماده ضعيف فيها او غير موفق. هاد الدري قرا عامين ما تعطيش الدبلوم، تخرجوا لبرا، سافو ديغ. عندهم الحق في واحد الحاجه عطيها لهم القانون، هو انهم يجيو السنه المقبله يقدموا الامتحان التخرج، يكرروا اولا، وثانيا عندهم الحق يجيو احرار. هل هذا الحل سيقنع الطلبه المطرودين المحتجين؟ أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟